صباح الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الان كما قريتوا في العنوان كنتواجدوا في شاطئ ليلنا مريم في مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا البحر يعني كاين الضبابه، كاين الامواج اللي الناس لاحظتوا باقي ما تخلوش يعوموا. مجموعه من الناس كيلعبوا كره حدا الشاطئ بما تشمش الحال شويه وحيدة الضبابه، حيت كما كتشوفوا انتم الامواج مجهده شويه، الناس مازعمينش يطلعوا باقي شويه حيت اصلا البحر باقي بارد. وكاينه الضبابه، تبحث الضبابه شويه اليوم. كما كتشوفوا مجموعه من الدراري كيلعبوا كره لاعبين. تبارك الله صابحين، الموج طالعين شويه وكما كتلاحظوا معنا فالجو مضبط شويه، ما كايناش ديك الشميشه، باقي الجو مبرد. نحاولوا نقربكم اكثر من الموج. الماء مقلاصي، بارد الماء. اوه ياي، سبحان الله. كما قلنا هنا كاينه الضبابه بزاف والماء، الماء بارد، الماء بارد وكاينه المواج كما كتلاحظوا. الضبابه الجو باقي مضبوط، كنظن غيطلع النهار شويه غيسخن الجو وغتشمش الدنيا. نحاول نقربكم شويه من المواج. كما لاحظتوا راه الناس باقي ما دخلوش يعوموا في ظل هاد المواج اللي مجهدين بزاف. سيمو قال لي تلاحهم خويا راه الماء بارد. شكون غادي يزعم يتلاح يعوم دابا؟ كما قلنا باقي البحر خاوي شويه حيت كاينه الضبابه، كاين المواج، الناس باقي ما جاوش، الجو صابح مبرد شويه في مدينه الدار البيضاء، ما كايناش ديك الحراره اللي عهدنا هاد اليومين هادي. قال لي شكون هذا اللي قال لي سلفادور يونس، قال لي فين جا هاد البحر ديال لاله مريم؟ خويا البحر ديال لاله مريم جا حدا اونفا بليس، المركز التجاري ديال اونفا بليس. كما كتلاحظوا الجو مضبب بزاف، المواج مجهدين ديال بصح، والماء بارد. خويا راني نجاوبك فين جا البحر.